9.4 مليار دولار هي إجمالي إيرادات قناة السويس اللي بتعتبر من أهم مصادر الدخل القومي المصري، وعشان كده حطت مصر خطة الازدواج الكامل لقناتها المائية، خاصة بعد إثبات نجاح أرقام قناة السويس الجديدة. Money Talks. عام 2015 شهد افتتاح قناة السويس الجديدة، ورغم التشكيك في جدواها إلا أن الأرقام عكس كده، فمثلاً زادت أعداد السفن في الفترة من 2016 ل 2022 بحوالي 8% من 125 ألف سفينة في الفترة من 2008 ل 2014 ل 135 ألف سفينة، وارتفعت الحمولة ب 32% ل 8.2 مليار طن. وقدرت القناة الجديدة أنها تزود الإيرادات اليومية ل 21.7 مليون دولار، أما الإيرادات الإجمالية فوصلت ل 41.7 مليار دولار بزيادة 17.8%. الأرقام دي شجعت الحكومة المصرية على اتخاذ قرار الإزدواج الكامل، فأعلن رئيس هيئة قناة السويس المصرية إن مشروع الإزدواج الكامل للمجرى الملاحي لقناة السويس في مرحلة الدراسة اللي هتتم خلال 16 شهر. وممكن تسأل دلوقتي إيه معنى الإزدواج الكامل؟ قناة السويس الجديدة اللي تم الانتهاء منها في 2015 ما كانتش قناة موازية، ولكن كانت حفر للمنطقة بين الكيلو 60 للكيلو 95، بالإضافة لتوسيع وتعميق تفريعات البحيرات الكبرى بطول 37 كيلومتر، بإجمالي أطوال المشروع 72 كيلومتر. فالإزدواج الكامل هيبقى في المسافة الباقية والبالغ مساحتها 80 كيلومتر مربع، عشان يبقى فيه قناتين بطول 192 كيلومتر لكل منها. أما عن تمويل المشروع فهيكون من خلال موازنة الهيئة، وبعيدة تماماً عن الموازنة العامة للدولة. خليني أقولك إن المشروع إذا تم بالفعل فهيزود القدرة الاستيعابية للقناة، وده هيزود عدد السفن اللي بتمر من قناة السويس، وطبعاً ده هينعكس على تسريع أوقات عبور السفن، وطبيعي ساعتها هتنمو إيرادات قناة السويس.